حبيبتي. جويوز انيفرسير كل عام وانتي بخير. I love you بزاف بزاف بزاف. دابا مزيان دابا تجي ليا ونعيشو مزيان ونعيشو مزيان. بعض المصادر كتقول ان اشرف حكيمي تواصل مع المحامي الشخصي ديال سعد مجرد، قال له هو مستعد يدفع الملايين باش يخفوا من العقوبه ديالو ولا يخرجوه براءه. واش المصادر كتقول قالها وتواصل مع المحامي سريا 100% يكون قالها والله العظيم، ولكن يا ربي يكون هذا الخبر صحيح، حيت اشرف حكيمي رجوله لا في الملعب لا في الواقع لا مع ولاد بلاده، وعلى الله نشوفوا سعد مجرد في الحريه. راه والله ما عنده الزهر، وقيل اكثر من 8 سنين هو تحت المراقبه المستمره من طرف فرنسا وممنوع يخرج من البلاد. تعاون مع سعد مجرد بمليون دولار باش يخرج من الحبس. كاملين بينا عارفين ان سعد مجرد حكموا عليه باكثر من 7 سنين الحبس جنائيا بسبب الجريمه اللي لصقت فيه وتبتوها عليه صحابي الحال. قال لك دار شي حاجه خارج النطاق الشرعي وسلخ شي واحده بالضبط. هو في الاغنيه ديالو قال اتلعب عليه العشره اما يعاودش الهضره، ولكن لعبوه عليك اخي سعد والله العظيم. فرانسيس والله ما كدوز عليهم، والله يطلق سراحك اخي سعد. وبعد خرج من البوكس ملي كيبغيو يدخلوك وليتكم في كل فوق في الجلسه مسيا كان داير لي الميناط وجهو صغير وضعيف وجهو صفر ما فيه ما يتشاف مسكين. دز في راسو هكا مسكين. قلت لي خويا سعد شيرت عليه. قلت لي خونا سعد احنا معاك والله معاك مسكين. ودار لي بحال احنا نقولوا اه براسو ويدي مكتفين على الصحافه ديالو كيتسناو المحامي ديالو. ومرتو سخفات في القاعه جابوا ليها الاسعاف 6 سنين مسكين. قضيه سعد المجرد انا تبع الاحداث من 2017 وشفت هذاك كم من لغط اللي تصار حوالي من القضيه. لا ودوك البنات اللي بغاو يركبوا الترند اللي بغاو يستغلوا الموجه يستغلوا الظرف ويركبوا الموجه هكا كيقولوا ياك. حقا انا وقع ليا مع كان عشدو شدو وما عندهم شو. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انا قلت لكم وجهه نظري في القضيه. دابا دار هذا الخطا في المغرب كون راه السيده اش غتولي وغي خانزه وغي مسخه ومالها ويقدر يسكتوا عليها وحكا كاع شتي وحتى لا كون نطلبها وحتى كون نطلبها للزواج حكا ويلبوا الفرحات عليهم ويتزوج باغي سعد المجرد غير عام ويطلقها وحتى كون طلعت للقضاء يقولوا لها والله ما تنازلتي ليه تتمشي بالفساد. علاش كتبقى غير امراه وغير خانزه وغير مسخه وما عندنا قيمه. انا هذا هو الموضوع. ما سعد ممكن يخطا سعد ممكن يخطا يخطا اي واحد غير ربما سعد حقاش واحد مشهور تسلط عليه الضوء. ما يا ما سعدونات ويا ما مغربيات شحال من مغربيات ما كيتحاسبوش من الامارات من شحال من طيب شحال نجي نقول لك اختي شحال من شحال من طفله لا شحال من طفله اغتصبت في المغرب وشحال من بيدوفيل دار الوليدات الصغار وجات تلقايها عام عامين عام عامين خارج كيتسكع محمله ومخليها وما كيتعاطينو عام عامين وكتشوف فيه وحياتها ضاعت. فهمتي هذا هو النقاش اللي خصو يكون. انا كيجيني هاد سعد المجرد بحال شي مثال حي لشي واحد ضربته قوينه وتبعوا الغيط ديال البشر. هو هاد الدري سعد المجرد والله الله يطلق سراحه مسكين ويفرح ويفرح والديه بحال شي واحد كان عايش الاحلام ديالو وكيحقق في ذاته وجمهور محبوب الجماهير وصدق كان راس وصدق رجلين صدق اي واحد داوي فيه حتى من الحريه ديالو تنهبت ليه عباد الله الحريه ديالو تنهبت ليه. يا لطيف والله هو مثال حي لهذا اللي تبع بنادم الغيط ولهذا اللي تبع بنادم عين خيبه الغيط ديال البشر صافي راه نهي اختي راه كثر من الماس كثر من الماس هو الغيط ديال البشر.